الحقيقة يا أحمد، النهاردة بنسمع عن نجوم المنتخب المغربي. كل يوم بنسمع إن في فلان عايزه فلان في النادي الكبير، برشلونة وريال مدريد، وبنسمع عن بايرن ميونخ وباير ليفركوزن. كل الأندية دلوقتي في أوروبا بتنظر للاعيبة المغرب. يحسب للمدرب لما تلاقي الفريق كله بقى نجوم، يحسب لوليد الركراكي، بيتعامل معاهم يعني كل الصحف بتتكلم على التعامل الجيد منه والعلاقة وعلاقته باللعيبه بشكل كويس جدا. يمكن اوناحي النهارده علاقه اللي هو الاخبار بتربطه ببرشلونه، عز الدين اوناحي اللي تحدث عنه لويس انريكي. يمكن هو عنده خبر او قصه غريبه شويه، عز الدين اوناحي ان هو كان في الكاس الامم الافريقيه الاخيره، كان وحيد خلوزيتش مدرب المنتخب المغرب السابق كان رايح عشان يتفرج على سفيان بوفال في نادي انجيل الفرنسي، كان رايح الدوري الفرنسي يعني عشان يتفرج على سفيان بوفال، فشاف اوناحي ده بالصدفه. مين؟ خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق مظبوط، في كاس قبل كاس الامم الافريقيه، فشاف اوناحي بالصدفه فخده فخده ولعب معاه كاس الامم الافريقيه. وكان بعض الانتقادات يقول لك ازاي ده، مين ده اللي عنده 21 سنه وده دلوقتي بقى واحد من نجوم المونديال ومرشح بقوه ان هو يروح. ولويس انريكي اتكلم عنه في مباراه اسبانيا بعد مباراه اسبانيا بشكل كويس جدا، وخلاص يعني بيقترب من الانضمام لبرشلونه. لعيب مكوك من اكتر معدلات جري في البطوله، عز الدين اوناحي من احسن اللعيبه جنب برضه سفيان مرابط اللي بيقترب برضه من الانضمام، لعيب فيورنتينا الايطالي وبيقترب من الانضمام لليفربول. يحسب برضه للجهاز الفني بتاعهم. لو بصينا هم طريقه لعب المغرب يا كابتن اسلام، هم بيسيبوا الاستحواذ للخصم، 73% استحواذ البرتغال، لكن لو بصيت على معدل المحاولات تبص تلاقي ايه؟ البرتغال عامله 12 محاوله منهم 3 بس صح، يعني 3 ما بين الثلاث خشبات، واستحواذهم 73%، يعني استحواذ بلا فايده، استحواذ سلبي. استحواذ سلبي. عكس المغرب. المغرب عامله 9 محاولات ومستحوذه 27% بس، يعني قد محاولات الايه؟ البرتغال 12 والمغرب 9، قريبين من بعض. فلو بصيت على الطريقة الدفاعية اللي ممتازين بيها بالأربعة واحدة هتلاقي الخطوط متقاربة جدا. اوكي. وليد الركراكي من المدربين اللي معاها رخصة الكاف برو اللي هي أعلى رخصة في الاتحاد الأفريقي، واللي كانت لسه معمولة في المغرب. واحد من المدربين وكان موسيماني موجود من المدربين اللي بيتطوروا بشكل كويس، شفناه في الفتح الرباطي دايما هو بيعتمد على 4-1-4-1 بشكل ممتاز، مضايق المساحات، حكيم زياش وسفيان بوفال على الأطراف بيخشوا دايما للعمق عشان يقفلوا الهاف سبيس بشكل ممتاز، بحيث ان انت لو جبنا الصور هتلاقي البرتغال مستحوذه، ولكن بتبص على برونو فرنانديز الجناح الايمن بتاع البرتغال وجواو فيليكس. ادي الصوره الاولانيه اللي معانا، ادي الـ4-4-1-4-1 ده التشكيل. نعم هيحطوا لنا الصور اهي، ادي الـ4-1-4-1 قيس المسافه كده من خط الدفاع لغايه سفيان النصيري، هتلاقي المسافه 25 يارد 25، مسافه صغيره خالص. بص حضرتك هنا سفيان مرابط واقف قافل العمق، بص مين اللي داخل لجوه؟ حكيم زياش قدام اشرف حكيمي. ليه داخل لجوه وسفيان بوفال داخل؟ عشان اقفل الهاف سبيس، اقفل انصاف المساحات اللي بيستلم فيها برونو فرنانديز اللي هو اللعيب الخطير وجواو فيليكس، فاحنا ما حسيناش بيهم. رغم الاستحواذ ده خلاص انت قافل عليه الايه؟ الهاف سبيس، وقافل عليه المساحات اللي هي ما بين الخطوط. كمل الصوره اللي بعدها هتلاقي برضو نفس الشكل، ادي سفيان ده الـ4-1، ادي سفيان مرابط وادي النصيري بالـ4-1-4-1. كمل، هتبص بقى بعد كده برضو نفس الشكل، هنا برضو سفيان يوسف النصيري اللي هو هنا زياش داخل لجوه وسفيان بوفال داخل لجوه عشان يقفل الهاف سبيس اللي هي انصاف المساحات. يوسف النصيري دايما مكلف اللي هو المهاجم، مكلف برقابه اللعيب الارتكاز للخصم، دايما واخد الارتكاز، يعني بيسيبه يحضر، حضر انت الكوره مع الاثنين المدافعين، ويوسف النصيري دايما واخد اللعيب الارتكاز. وادي عمليه ان انت خلاص انت معاك الكوره ورا، لكن انا اقفل لك العمق واقفل لك الاطراف، الاطراف قافلها بالجناحين واقفل لك العمق بسفيان بوفال واوناحي واللاعب الثالث معاهم، يعني انا عامل لك شبكه 3 ارتكاز وجناحين والمهاجم سفيان النصيري. كمل برده هنا برده نفس الستايل، برده هتلاقي النصيري برده رايح مع اللعيب الارتكاز بالـ4-1-4، وادي زياش وبوفال بيضموا لجوه في مسافه حوالي 19 متر. الصوره اللي بعد كده بتبين لك بقى ايه؟ ان هم عندهم برده التحولات بتاعتهم، وان هم مش بيدافعوا بس، لا ده هم عندهم باترن بص هنا التفوق العددي والزياده في عمليه التحول من خلال اشرف حكيمي، 5-4، لو عدينا لعيبه المغرب اللي هم بالاحمر عليهم 5 قدام 4 من البرتغال، فعاملين تفوق عددي وتفوق في التمركزي في الحته بتاعتهم، ان هم بيطلعوا بالكره ازاي وعندهم تحولات وهجمه مرتده زي اللي شفناها في لعبه الهدف. يحيى عطيه الله برضه لما غاب نصير مزراوي الباك ليفت ظهر باك شمال اللي هو بتاع الوداد المغربي يحيى عطيه الله، ظهر بشكل كويس جدا وعمل كروس هايل ليوسف النصيري اللي ارتقى لغايه 2 متر و7 من 10.
وقدر ان هو اعلى ارتقاء في كاس العالم، اعلى ارتقاء وتاني اعلى ارتقاء في يعتبر في الكوره بعد ارتقاء كريستيانو رونالدو في مباراه مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ومانشستر يونايتد 2 متر و7 من 10. فبصراحه المغرب بتستحق التحيه على اللي بيعملوه. بيغيب مثلا المدافع رومان سايس اتصاب، نزل بدر بنون، نزل اشرف داري، غاب نايف اكرت، لقينا المدافع جواد اليميك اللي كان بيلعب في الرجاء المغربي ودلوقتي في الدوري الاسباني. بقى عندهم لعيبه، عندهم حلول كتير. لما بدر بنون، وبدر بنون ظهر برضو، عندهم دكه كويسه. لما بيغيب او بيتصاب منهم لعيب بيظهر اللعيبه الثانيه بشكل ممتاز، فدي بصمه مدرب واضحه ويستحقوا التحيه. وبنتمنى نتمنى ان هم يوصلوا نهائي.